ايه ده؟ ده لازم تفتحي الدور بتحط ال... دي ده الاسلوب بال... الناس المتحضرين بيشربوا كده. فاكر ان الناس كلها بتشرب؟ على فكره انا اعتقد ان حالتك تأذى، اقسم بالله تعبت، انا دماغي تعبت، تعبت فراغ، وكل ما اتكلم مع حد الاقيه مكتئب. مش انا، ما هو انت انت اونلاين معايا، بس كل ما اتكلم مع حد الاقيه متضايق، اقعد اصالح فيه، ما تزعلش ما تتضايقش. مين مكتئب؟ كل حد اكلمه بيكتئب. مين؟ قول لي مين. انا بقيت بتكلم مع كوكو، حتى كوكو كرهته. كوكو كوكو، شوف كيف يطلع، والله عارفان اسمه كوكو. انا عمادي لكوكو مش لألا. كوكو طيب لازم جيبه فالسيتة يعني اللي يرد. كوكو ياسوس تحرك بقى. طفيت. ايه؟ طفيت. هلا هتلاقيني انا عم بحكي مع فجأة بس. لا. طب وبعدين في الملل ده؟ بجد مين مكتئب؟ عموما كل ما كنت قلت الكلمة مرة ثانية وحأدعس أجرك. انا اساس كثير رح تنوجع بس حأدعس أجرك. اقصد يعني انا لو انا قاعد معاكي عايزين ايه؟ نهزر ونضحك وكده. في شيء صعب الاكاديمي اليوم؟ انا ما بعرف عنه. يوم ملل، يوم ملل، يوم الاربعاء ده يوم ملل، من ساعه ما بقاش فيه فيلم ولا حاجه بقى ملل. لا خلاص اعترف، قول انكم اشتقتولنا. اكيد طبعا، والله العظيم كده الاكاديمي ناقصاكم. اه والله في فراغ كده. راسي رحت الخلعة تقع بالأرض. تخيل لما يبقى في فاينل ولا حاجة، يبقوا خمسة بس ولا أربعة ثلاثة قاعدين في الأكاديمي، تبقى الحياة عاملة إزاي؟ ده حيكون، ده حيكون أكبر إحساس بالملل ممكن حدا يحسه بالحياة. والناس هتحس بملل أكتر لما تقعد تتفرج على ثلاثة بس. تعرف أنا هلا قاعدين ملين. أنا هلا ما معي مصاري، كلنا ما معنا مصاري بالأكاديمي صح؟ آه. هنعمل بيها ايه؟ بس انا لو معايا مليون دولار هلا بدفع لك اياهم اذا بس بتقوم بتطفي الشيء اللي عم يعمل في المطبخ. هذا ضرب على دماغي، هذا الشيء اللي فوق الغاز. فما انا لو معايا مليون دولار اعطيك اياهم، انا ببيع تيابي. يجيبوا كم تيابك؟ 4000. طب تفكر حالي لما بتشتريها بترجع زي ما كانت؟ هتبيعهم فلوسهم كده راحت يعني اخرهم اخرهم يعني 250 جنيه. شكرا. طيب بس بجد الشوز ابو ها عايز اتصور معاه بليز، لازم اتصور معاه. نصيف نصيف خلاص عنده فوبيا التكييف والله. صدق ينفع كوبليه في اغنيه راب؟ هكتبه له. يحتاج فيني صداع هنا بس. انا كنت بكلم الشاب ده النهارده كان مكتئب وقافش، رحت سايبه وماشي. هذا كان مكتئب؟ اه تخيلي ده كان مكتئب وطهرة كلامها مكتئبة مش تعبان يا ولا ما بتعبش. انا ميرال يا اخي عز اثنين عندي نمنين وبعدين مين عندك بعدهم على طول ميرال تجيب يعني شوف واسمه بعدين عن جد عن جد عز اثنين نمنين وبعدهم ميرال. حسيت حالي يعني ثلاثة على القائمة. انتي انتي لا يعني اقولك خمسة عيب عليك. فاهم ايش اقصد؟ ماشي يا صوتي. فاهم ايش اقصد؟ حرام عليك. ماشي يا صوتي. يعني المفروض ان كل واحد من الاربع لي موقف معاي قوي، يعني كل واحد فيهم له معزة عندي. فصعبة يعني. الاسبوع ده بيمشوا اثنين، الاسبوع اللي بعده يمشوا اثنين، الاسبوع اللي بعده يمشوا اثنين. لا الاسبوع اللي بعده اثنين بعدين خلاص واحد واحد واحد. مين قال لك كده؟ والله حبيبي باقي ستة اسابيع بيصيرون 11، لازم يطرون اثنين، يطرون اثنين ستة هم 11 يعني في زيادة ستة. إذا إيه في زيادة خمسة على ذولي خمسة اثنين فقول. اثنين واثنين ايه انت ورا تعال تعال تحفظ تحفظ خليها تحفظ خليها تحفظ عرفت خلاص روح احفظ روح احفظ.
تحفظي فين طهرة؟ اشترها مو عليك سهل لا لا مصدع قاعد يستنى اسمع طهرة تعالي كذا تعالي طهرة انت سمنانة صح؟ اقسم بالله انت سمنانة؟ لا نازلة نص كيلو بروح انا الغرفة بحفظ ايه؟ بسمع الاغنية حقي لما تجي استنى لما نروح انا وانت دي شو رقم واحد انا كنت عم احكي معك بتقوم بتلتشي في هاي شو رقم واحد بتلتشي فيه من الصبح حرام عليك والله اليوم نايم خليهم يسوون شيء اليوم كولي كولي بس طقتني مرتين كولي بقى كولي وطمت تطقني 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 اتسكت لها لما جيت فوق اطلع اطقها كنت امزح معاها انا من امزح ما اقصد ومسكت راسك وصقعت راسها بالجدار بالغلط مسكينه عورها راسها والله ضربني مرتين براسي كيف كم ضرب راسك بالحياه مرتين بالغلط بالغلط اكيد بالغلط بس قولي له انا عملت فيه ما بدي اعرف شو عملت فيه كيف تسمح لي اضرب راسك بالحياه انا ازاي سمحت لك نعم صراحه انا قوي بكره اي نظام بكره في ايه في اليوم بحفظ الاغنيه بجي يلا بروح انام انا تعبان طارف لي نوم كرهتك لا لا بلا انت طلعت لي من عشان لا لا انا قلت لها بدك تتخلصي من النزال بالغنى تخلصي منه بالحكي اي والله يلا يلا تخيلي انت بتلبسي نظاره عرض الفاخان كنت مغربي انت وين مخك بروح كنت سكرني بالسؤال سكرني بالسؤال الغريب اللي ساله لرايا مره قال له انت بتحلم بتحلم بالفرنسي ولا بالعربي ده غبي ده غبي لا مالي مغربي انا باخذ حقي يلا بنت الهن يلا بنت الهن عايزه ايه فين الميه فين بغيطيح يلا يلا شو هاي شو هاي خلاص خلاص كب عليها كب عليها مغربي انا كبيت على نفسي انا كبيت على نفسي